نادي الاهلي واخر اخباره واهم كمان الاحداث بخصوص النادي، وبعد كده نروح على المنتخب ونتكلم عنه بالتفاصيل. النهارده النادي الاهلي اعلن ان هو هيكرم كابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى وهيمنحهما القلاده الذهبيه، طبعا نظرا للعطاء الكبير للرياضه المصريه من شخصيتين كبار جدا جدا زي دول، وده اللي اعلنه النادي الاهلي النهارده. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر منح الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاسبق قلاده الاهلي الذهبيه تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد عن 50 عاما قضاها في خدمه النادي في المناصب المختلفه لاعبا ومديرا للكره. طبعا مسيره الكابتن حسن حمدي مش محتاجه ان احنا نتكلم عليها كتير يعني في الحقيقه، ومشرفا على الفريق الاول لكره القدم وعضوا بمجلس الاداره وامينا للصندوق ووكيلا للنادي ونائبا للرئيس ومرئيس للنادي في الفتره من 2002 حتى 2013، وكانت فتره مليئه بالعديد والعديد من الانجازات التاريخيه. كما قرر مجلس الاداره منح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد قلاده الاهلي الذهبيه ايضا تقديرا لعطائه الكبير للنادي الاهلي لاعبا ومدربا للفريق الاول لكره اليد وما قدمه للرياضه المصريه والعالميه في العديد من المناصب المحليه والقاريه، سواء رئيسا للاتحاد المصري لكره اليد ثم الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه حتى تولى رئاسه الاتحاد الدولي لكره اليد منذ عام 2000 ولمده 6 دورات متتاليه مستمره حتى الان، وطبعا مقدم نجاحات كبيره جدا على الصعيد العالمي بالتحديد بخصوص رئاسته للاتحاد الدولي لكره اليد. وقرر المجلس اقامه حفل تكريم للرمزين الكبيرين بدار الاوبرا يوم 20 من الشهر الجاري، وده دايما دور النادي الاهلي في تكريم رموزه سواء رموز النادي الاهلي او رموز الرياضه المصريه، ولفته جيده ورائعه جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. ده بخصوص هذا الخبر. تعالى بقى للجزئيه المهمه جدا جدا، وعلى مدار الساعتين ثلاثه اللي فاتوا كده الكلام كان كتير قوي على موسيماني ومساله تجديد تعاقده مع النادي الاهلي، الراجل هيمشي، الراجل في مشاكل في البنود ما بينه وبين النادي الاهلي وكلام ده. في البدايه خليني اقول لحضراتكم ان احنا من اسبوعين فاتوا في عز ما كانت الناس تتكلم على ان موسيماني هيمشي من الاهلي عشان خسر السوبر، وان ناس كمان قالت اسماء بعينها ان هي خلاص هتبقى موجوده مع الفريق خلال المرحله المقبله، قلنا لحضراتكم ان في نيه عند النادي الاهلي لمفاتحه موسيماني في مساله التجديد. طيب خلينا ناخدها واحده واحده. موسيماني اصلا عقده يخلص امتى؟ لسه بعد نهايه الموسم اللي هيبتدي، يعني عقد موسيماني مستمر مع النادي الاهلي، لسه موجود، لسه مكمل الراجل مع النادي الاهلي بخصوص عقده القديم. طيب الاهلي بيتحرك ازاي او الاهلي كان تحرك ازاي؟ طبيعي الاهلي لما بيبقى عنده حاجه مثلا كويسه من وجهه نظره شايف ان هو حابب انه يحافظ عليها سواء على صعيد الجهاز الفني او صعيد اللاعبين، فبياخد خطواته بشكل مبكر شويه، فبيفكر النادي الاهلي او مش بيفكر، هو فكر خلاص واشتغل في اتجاه ان هو يجدد تعاقد موسيماني مع الفريق. فبالتالي الناس قالت اصل موسيماني حط شروط والاهلي ما وافقش عليها وكلام ده. انا مش عايز اتكلم في الجزئيه دي لان الاهلي ما اعلنش هل هو موافق او مش موافق على شروط موسيماني، الامور ماشيه ازاي، لكن هقول لحضراتكم الطبيعي ايه، الطبيعي ايه، وهرد على بعض التساؤلات اللي ممكن يكون بيسالها البعض. الطبيعي ان انت لما بتيجي كده كنادي عايز تجدد تعاقد سين من الناس فبتبتدي تفتح الموضوع وتتفاوض. عمر ما اي تفاوض، ركز معايا في الكلام اللي بقوله لك ده، عمر ما اي تفاوض هيخلص في الوقت اللي اول ما اجي اقول ايه بقول لك ايه ما تيجي يلا نجدد العقد هيقول لك اوكي يلا انا بمضي، ما فيش كده، ما فيش كده خالص في العصر اللي احنا فيه دلوقتي. الاهلي بيقول شروطه، موسيماني بيقول شروطه، ممكن شروط الطرف الاول مش عاجبه الطرف الثاني والعكس كمان ممكن يحصل، لكن بتبقى في جولات كتير، ممكن تكون جولة انتهت، ممكن تكون جولة انتهت، لكن لسه في عدد من الجولات الأخرى. طيب إيه اللي ممكن يحصل فيها؟ ممكن يحصل تجديد التعاقد، ممكن ما يحصلش اتفاق، كل شيء وارد، أي أمور تفاوضية وارد فيها أي حاجة. الموضوع إيه؟ مسألة عرض وطلب ويكون في توافق ما بيننا، في مثلا رأي عندي حابب ان انت توافق عليه والعكس ونشوف الدنيا تمشي ازاي، وفي الاخر بيوصل ايه الطرفين لصيغه محدده للعقد بيمضوا عليها والامور بتمشي يعني. طيب هنا السؤال، ماذا لو، خلي بالك، ماذا لو لم يوافق النادي الاهلي على شروط موسيماني في حاله تواجدها؟ انا برضو عشان هنا بتكلم طبقا للامور
او الاحاديث اللي بتطلع على مدار الساعات القليله الماضيه في وسائل الاعلام المختلفه، فطبيعي ان احنا بنرد، لكن احنا ما بنقولش اي تصريح رسمي على لسان النادي اطلاقا عشان يبقى كلامي واضح مع حضراتكم. لو ما فيش توافق ما بين الاثنين او ما فيش اتفاق ما بين الاهلي وموسيماني، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان موسيماني مكمل مع النادي الاهلي. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده ازاي؟ انا بقول لك اهو موسيماني مكمل مع النادي الاهلي على اقل تقدير لحد ما الموسم اللي هيبتدي ده يخلص، اللي هو ايه؟ اللي هي مده عقده. لان الراجل لما جه في شهر 10 اللي فات مضى سنتين، سنه خلصت احنا في شهر 10 اهو، يبقى كده سنه عدت، ناقص سنه ثانيه تخلص شهر 10 2022 باذن الله تعالى. ففي كل الاحوال الراجل مكمل، لكن الجولات التفاوضيه ان حدثت فاكيد بيبقى فيه وجهات نظر مختلفه. مش معنى كده ان خلاص فلان ماشي، اللي هيمشي اكيد هيدفع شرط جزائي لو موجود في العقد. الانفصال بيتم بشكل محترم ما بين النادي الاهلي واي طرف اخر يعني. فهنتابع الموقف وهنشوف الامور بتمشي ازاي، لكن انا اللي مش عاجبني في الموضوع ان البعض بيحاول يصدر من خلال جزئيه زي دي لو حقيقيه، ماشي خلي بالك من الكلام اللي بقوله لحضراتكم، لو حقيقيه البعض بيحاول يصدر ازمات من خلالها، اللي هو ايه؟ الحق ده موسيماني ماشي من الاهلي، الحق ده في مدير فني جديد هيمسك الاهلي من بدايه الموسم اللي هو هيبتدي يوم 25. احاول ايه؟ احط ازمات. ما يا جماعه دي امور تفاوضيه، ممكن تنجح ممكن تفشل، عادي جدا. هي المفاوضات كده. لا الاهلي هيقف على مدرب ولا مدرب هيبطل تدريب. هيخسر، ممكن يخسر الاهلي طبعا. مش يخسروا العلاقه اكيد تبقى كويسه بتاع، بس خسر ان هو كان مدير فني النادي الاهلي يعني، ده حاجه في حد ذاتها كبيره جدا. لكن في نفس الوقت دي اجراءات تفاوضيه، وارد ان هي تنجح وارد ان هي ما تنجحش، ما بتخلصش من جوله واحده او ما بتخلصش من جلسه واحده، بيبقى في عده جلسات وبيبقى في تقارب وجهات النظر وفي الاخر بيتم الاتفاق او ما يتمش. هي دي الامور بمنتهى البساطه عشان ما حدش يحاول يصور الصوره للبعض ان الاهلي فيه مشكله وان موسيماني الاهلي متضايق منه وموسيماني متضايق من الاهلي وفي لا، احنا مقبلين على ماتشين مهمين جدا في دوري ابطال افريقيا دور 32 مع بطل النيجر، بس مباراه صعبه جدا او مباراتين صعبين جدا لازم نحترمهم ونركز في المباراتين دول بشكل كبير جدا. فيما عدا ذلك ما تاخدش اي كلام تاني. انا بقول لحضراتكم اهو، لو مدرب مش حابب يكمل اكيد هيكون في اجراءات طبقا للعقد اللي ابرم من سنه واللي مستمر لحد سنه جايه. فيما عدا ذلك الاهلي مع موسيماني لحد ما الموسم يخلص الجديد اللي هيبتدي الدوري وقبليه دوري ابطال افريقيا يوم 16. يخلص عقده وبعد كده ممكن تكون الامور حصل فيها تقارب، ممكن يكون فيها حصل اتفاق، هنشوف ايه اللي هيحصل على مدار الايام المقبله. طيب بمناسبه النادي